لإعادة هواية مطالعة الكتب إلى سابق عهدها كونها تتمتع برصانة مصادرها عن المصادر الإلكترونية، وأن للقراءة شغفا ومتعة لا تنتهي. البيت الثقافي في قضاء حديث غرب الأنبار يفتتح مكتبة الصحفي الراحل وليد الحديثي لتكون مصدر جذب لطلبة العلم بما تحتويه من عناوين مختلفة. اليوم حضرنا في مكتبة في البيت الثقافي التي بادر فيها الأخ والأستاذ الصحفي وليد إبراهيم رحمه الله، لتكون بادرة لمن يرغب في إضافة شيء إلى هذه المكتبة، ولتكون مبادرة لتسمح لكل من لديه رسالة أو حب المطالعة. هذه المكتبة هي مكتبة الصحفي وليد الحديث رحمه الله تعالى، أوقفها إلى البيت الثقافي في حديثه، وتضم أكثر من 3000 كتاب. ندعو أيضا من هذا المنبر، ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه المكتبة، وإلى أيضا مساندة هذه المكتبة سواء كان بالكتب أو المراجع، كونها مكتبة فيها فائدة عظيمة لكل أهل حديثة، والبيت الثقافي وواجهية ثقافية لكل هذه المدينة. المكتبة تضم أكثر من 3000 كتاب في المجالات المعرفية المختلفة كالفن والاقتصاد والتاريخ والسياسة وغيرها، والتي تمت جدولتها بنظام الحاسوب وفق الأنظمة العالمية للمكتبات، ليسهل لرواد المكتبة البحث عن عناوين الكتب وأماكنها. تختلف عناوينه ومناهجه بين كتب ثقافية وأدبية وفنية وعلمية وتراثية وتاريخية، هي وقد سجلت هذه المكتبة باسمه، وتعتبر وقفا باسم الأستاذ وليد الحديثي، كما أنها مبرمجة على النظام الدولي من حيث الحاسبات، وبإمكان المواطن الذي يزور البيت الثقافي أو يرغب في الاقتناء أن يحصل على كتابه بيسر وسهولة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الشمري، الأنبار.